اهلا بكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، نحييكم ولكم اجمل تحيه من برنامجكم الاسبوعي الفروسيه المحليه في هذه المنافسات والتحديات القويه التي دائما نتابعها من المضامير الثلاث الجهره والاحمدي والفروانيه. مشاهدينا الكرام خلكم معنا. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة في شوطنا الأول من محبوك وسيادي، وهناك حشار الغالي فارس العاهل تنفيذ على هذه الانطلاقة والصدارة القوية التي نشاهدها الآن على هذا الشوط. بالفعل من محبوك الآن يتقدم مع سيادي، وهناك أيضا مشاركة بالفعل حشار الغالي فارس العاهل تنفيذ على الصدارة مع محبوك وسيادي في مقدمة هذا الشوط، وهناك أيضا البقية على هذه المنافسة. نعم محبوك لازال متقدم بشوط الأول لكلاس 2 بالفعل على جائزة السيد خالد مشاري الخالد، مع بالغ الشكر والتقدير على هذا الدعم المادي والمعنوي لسباقات الروسية. وهناك أيضا مشاركة تنفيذ لاسطبل العجام من الخارج، وأيضا سيادي على المركز الثالث. بالفعل محبوك يحقق المركز الأول، لاسطبل الساو قطع المسافة دقيقة 1:53 رقم قياسي. المركز الثاني تنفيذ لاسطبل العجان، المركز الثالث سيادي لاسطبل الأزرق، رابعا حشار لاسطبل الحجرة. لهذا المهرجان، مهرجان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وهناك أيضا كثير من المشاركين على دعمهم لهذه الجائزة وأيضا مشاركتهم في مثل هذا السباق. متابع الآن لشوطنا الثاني على كأس المرحوم طلال مبارك العيار. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، متعبهم عانى تبارك رافد وافي وفراس وسفيان فالخير قرناس غلا نايف مجمل قاسي على هذه الصدارة القوية للجواد. الآن قرناس نعم يتقدم في هذا السباق، وهناك أيضا مشاركة الجواد فالخير على المركز الأول مع قرناس، وكذلك أيضا مشاركة البقية من فراس أيضا يحاول على المركز الثالث. لكن نعم نتابع تبارك الآن، تبارك هو المتقدم لاسطبل الأزرق على صدارة هذا المشوار، وعميد لاسطبل محمد لعب السعيدي الآن بتقدم جواده. بالفعل تبارك لاسطبل الأزرق هو المتقدم بالخيال موغن، وهناك أيضا مشاركة للجواد. سفيان تو يحاول أيضا من الخارج، لكن فال خير لاسطبل بدر بجحوم من الداخل في هذا السباق، والمشاركة أيضا للجواد. تبارك لازال متقدم، ومحاولات من رافد أيضا على المركز الثاني من المنتصف، وهناك من الخارج أيضا سفيان تو، لكن نعم تبارك لازال متقدم مع الجواد. بالفعل رافد يحاول، لكن تبارك لازال لاسطبل الأزرق، ولا حقيقة هناك تنازلات على مقدمة السباق ومحاولات من قاسي من الخارج مع أيضا عانى أيضا في هذا السباق، وهناك أيضا الجواد فالخير ثالثا، لكن نعم تبارك لاسطبل الأزرق يحقق المركز الأول على منافسة الجواد رافد في هذا السباق. ألف مبروك لاسطبل الأزرق حصولهم على هذا الشوط ولانطلاقة أيضا هذه الخيول المشاركة
في هذا السباق، وبالفعل رميات أخيرة نشاهدها لصالح الجواد تبارك، يحقق المركز الأول ورافد على المركز الثاني والمركز الثالث فالخير، دقيقة 44-45 جزء من الأجزاء الثانية لصالح هذا الجواد، وأيضا مشاركته في هذا السباق المبروك. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة في هذا السباق، ومهيب رفيع وارد واثق وهج والشامخ ليث الجزيرة أجمل فضل نوماس عمار يا كويت ومجد 11 جواد وفرس ينطلقون على هذه الصدارة القوية من وهج الصافنات، وكذلك أيضا واثق، وهناك أيضا متابعة لنوماس وأجمل وعمار ومجد، وبالفعل منافسة صعبة حقيقة نشاهدها للجواد نوماس. نوماس هو المتقدم مع وهج، وهناك واثق أيضا في هذه المحاولات لتقدم بالفعل قوي في هذا السباق، والمشاركة أيضا لواثق من الخارج الشعار الوردي بالخيال محمد الفرماوي، وكذلك وهج أيضا على المركز الأول مع واثق في هذه المنافسة القوية لهذا الشوط والانطلاقة. بالفعل وهج وواثق رمية برمية بهذا التحدي على صدارة هذا السباق، والانطلاقة الآن نشاهدها بالفعل من واثق ووهج، وكذلك أيضا مهيب للسطبل العارضي على المركز الثالث، وكذلك أيضا نوماس رابعا واثق. نعم وانت واثق الخطوة في هذا السباق وحصولك أيضا على هذا الانتصار، وبالفعل واثق ووهج واثق ووهج، ومنافسة صعبة وقوية في الأمتار الأخيرة. بالفعل الجواد واثق الاسطبل عبدالله المطيري حقق المركز الأول، المركز الثاني وهج، المركز الثالث مهيب، المركز الرابع نوماس، دقيقة 30 ثانية 36 جزء من الأجزاء الثانية. مبروك على هذا الفوز والتتويج والصدارة قوية لصالح الجواد واثق، يحقق المركز الأول في هذا السباق، والمتابعة ما بين هذه الخيول. ألف مبروك على هذا الفوز والتتويج والصدارة القوية، لكن تكريم الآن مختار منطقة العيون من لوح رمضان. لحظات بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول في شوطنا الرابع على جائزة السيد خالد مشاري الخالد مع بالغ الشكر والتقدير، وانطلاقة مكسب مرهق ركن لعيناك العالمي بلاتيني زومان عز محمد العميد بدراني هاب ريح وضجيج وممدوح على هذه الصدارة القوية التي نتابعها من الجواد. زومان يتقدم على حساب هذه الخيول، ومشاركة أيضا الجواد بلاتيني على المركز الثاني، وهناك أيضا بدراني لصطبل الصليلي على المركز الثالث، لكن زومان لازال
متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على صدارة هذا السباق، ومشاركة للجواد زومان من الداخل الشعار الأسود والخيال ناصر القني بلاتيني، كذلك أيضا متابعة الخيال محمد الفرماوي لكن بدراني والخيال جفري على صدارة السباق. بدراني لا زال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على صدارة هذا السباق، والمنعطف الثالث وزومان يغترب مع مرهق أيضا، لكن تابع هابريح أيضا من الخارج رابعا في هذا السباق، هناك ممدوح أيضا خامسا مرهق يحاول باقترابه أيضا من الداخل على المركز الرابع من الداخل، لكن زومان بدراني بلاتيني، وهناك أيضا هابريح ومرهق يحاول أيضا دخوله بكل قوة مع بدراني على المركز الثاني، لكن زومان المنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم. ممدوح الآن بدأ يتقدم على حساب هذه الخيول المشاركة في هذا السباق من زومان من الداخل، لكن ممدوح لازال مسيطر تماما بكل قوة على صدارة هذا السباق، وهناك الجواد لعيناك أيضا على المركز الرابع، لكن ممدوح لازال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على صدارة هذا السباق، والخيال علي عياد الفرماوي متقدم ومسيطر تماما بكل قوة الآن لهذا السباق، والانطلاقة للجواد ممدوح إلى الرميات الأخيرة في هذا السباق. مبروك بالفعل، يحسن المواجهة في هذا الشوط الجواد بالفعل ممدوح، وهناك لعيناك، وكذلك أيضا متابعة مرهق وزومان. دقيقتين 14 15 جزء من الجزء الثانية، دقيقتين 14 ثانية و15 جزء من الجزء الثانية، خيال علي عياد الفرماوي يكسب على الجواد ممدوح في هذا الشوط، وانتصار أيضا في هذا السباق، ويحقق أيضا المركز الأول في هذا السباق والانطلاقة. متابع مشاهدينا الكرام، كأس الأمير ينطلق الآن لنادي فروسية الجهراء في هذا السباق، والمشاركة للجواد الآن والراد نعم ينطلق أولا في صدارة هذا المشوار، وكذلك أيضا متابعة الجواد داموك أيضا في هذا الشوط، وهناك أيضا الجواد في هذا السباق، غامر يحاول بمقامرة غامر على الصدارة في هذا السباق والتحدي، وهناك أيضا مشاركة بالفعل من هذه الخيول الجواد غامر وداموك، وكذلك أيضا الجواد في هذا السباق والراد، لكن غامر لازال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على صدارة هذا السباق والمشاركة لهذا الشوط الذي يجمعها الآن، وبكل قوة متقدم، وهناك داموك ووحشي على المركز الثالث، ومعا أيضا لتقدم الجواد غامر متقدم الآن لاسطبل الزبني، وكذلك أيضا مسبار يحاول أيضا على المركز الثاني من الداخل، لكن نتابع أيضا مشاركة الجواد غامر داموك، وهناك أيضا وحشي في هذا السباق، وكذلك أيضا الجواد تاريخي أيضا خامسا في هذا السباق، غامر وداموك ووحشي، وكذلك أيضا مسبار رابعا في هذه المنافسة على جائزة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وكذلك أيضا داموك مع الخيال خالد الرويشد الآن يقود الجواد داموك، وكذلك أيضا الخيال موغن على الجواد وحشي في هذه القيادة الحكيمة، منافسة صعبة وقوية
لهذه المتابعة الآن، والصدارة للجواد داموك وحشي ثانيا حتى الآن، وهناك أيضا بقية هذه الخيول المنعطة في الأخير، والدخول الخط المستقيم في هذا السباق للجواد. وحشي لا زال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على صدارة هذا السباق. داموك ووحشي، داموك ووحشي، واشقر الكيف المركز الثالث في هذا السباق. والمتابعة الآن لهذا الشوط، داموك لا زال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على صدارة هذا السباق. هناك أيضا متابعة الجواد، مقتحم يحاول في هذا الشوط، لكن داموك ووحشي واشقر الكيف. وكذلك أيضا الجواد السري يحاول أيضا من الخارج مع أيضا جزام خامسا، لكن داموك في هذا السباق بالفعل يحقق المركز الأول ووحشي ثانيا. وهناك أيضا متابعة الجواد أشقر الكيف ثالثا، رابعا الجواد السروي لإسطبل عضيلة والعلو، وخامسا جزام لإسطبل عضيلة. داموك لإسطبل اللامي يحقق كاس ولقب كاس حضرة صاحب السمو، ألف مبروك. وحشي لإسطبل الأزرق مبروك هذا الفوز، داموك ينتصر في هذا السباق، وجمهور أيضا في متابعتهم في هذا السباق. متابع مشاهدينا الكرام، الآن لنادي فروسية الأحمدي في شوطنا الأول في هذا السباق، ولحظات إن شاء الله لنتابعها معا في هذا الشوط الآن. لشيهانة، كافلة، ذريح، غيث، وغلا، عايض، عز، سنام في هذه الاستادات النهائية نتابعها، ولحظات شوط مبتدئ. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة في هذا السباق للجواد. غيث الآن بدأ يتقدم بكل قوة في هذا السباق، وكذلك أيضا الجواد يافع، وهناك أيضا متابعة بالفعل من ذريح أيضا من الداخل، لكن غيث متقدم في هذا السباق مع الجواد يافع الآن من الخارج. وانت الفخر كذلك أيضا ذريح لا زال في هذا التقدم، والمشاركة أيضا لهذا الشوط الذي يجمعها الآن وبكل قوة نشاهدها بالفعل من هذا السباق. وكذلك أيضا التحدي لهذه الخيول للجواد يافع، ذريح، وغيث، وأيضا عز لإسطبل الدماش أيضا في هذا السباق، لكن نشاهد بالفعل يافع لازال متقدم للمنعطف الأخير والدخول الخط المستقيم في هذا السباق، ولازال مسيطر يافع مع ذريح، وكذلك أيضا عز لإسطبل الدماش في هذا السباق. والمتابعة أيضا من هذه الخيول المشاركة أنت الفخر أيضا من الخارج، وهناك أيضا زيزوم لإسطبل إبرازي يحاول أيضا خامسا مع قيث من الداخل، لكن نعم يافع لا زال مسيطر، يافع لإسطبل الفراج متقدم في هذا السباق. والانطلاقة أيضا في هذا الشوط والتحدي بالفعل لهذا السباق، والانطلاقة أيضا للجواد يافع زيزوم على المركز الثاني، ثالثا عز لإسطبل الدماش من الداخل، رابعا غيث لإسطبل السماوي في هذا السباق. بالفعل يافع لا زال لإسطبل الفراج هو المتقدم ومسيطر تماما بكل قوة على صدارة هذا السباق. والانطلاقة أيضا لهذا الشوط، ألف مبروك لإسطبل الفراج لحصول الجواد يافع على المركز الأول في هذا السباق. والانطلاقة بالفعل يحسب بجدارة. الوقت المسجل دقيقة 51 ثانية و14 جزء من الجزاء الثانية في هذا السباق. والانطلاقة أيضا لهذا الشوط الذي يجمع حقيقة هذه الخيول
المشاركة في هذا السباق وليكسب أيضا في جدارة ومنافسته أيضا القوية في بداية هذا المشوار على الصدارة. بالفعل هو المتقدم ويحقق أيضا هذا الإنجاز والتحدي بالفعل. الشوط الثاني مسافة 1200 متر مسافة 6-8 على هذا السباق والمشاركة أيضا سهم علي الجير المثنى شقموم معرب الغاير الألماني الجرف المعنى في هذا السباق عفرين انتظر لحظات إن شاء الله نتابعها معا في هذا السباق والاستادات النهائية لنشاهدها الآن في هذه اللحظات. ألبيا تستعد بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام لتنطلق هذه الخيول بمشاركة كل من جوادين اسطبل السماوي اسطبل مخوخات دائم العتيبي واسطبل الأصايل في هذا السباق لمشاركة الآن نتابعها. بالفعل سهم علي بالفعل يحاول يتقدم الآن في هذا السباق للجواد بالفعل معرب الآن هو المتقدم يحاول بكل قوة في هذا السباق وكذلك أيضا مشاركة الجواد المثنى الاسطبل العذاب على صدارة هذا المشوار وهناك أيضا الغاير الاسطبل الرويس يحاول أيضا في هذا السباق وكذلك أيضا متابعة الجواد شغموم ومعرب سام علي ونتابع أيضا معرب لازال متقدم مع أيضا شغموم يحاول والمثنى كذلك أيضا في مشاركة للجواد في هذا السباق الغاير الاسطبل الرويس رابعا لكن نعم معرب والمثنى وشغموم يحاول هذا الهجوم الثلاثي على صدارة هذا السباق معرب لازال متقدم مع المثنى وشغموم وكذلك ايضا الغاير في هذه المنافسة القوية للجواد معرب الاسطبل الاصايل يتقدم بكل قوة على هذه الصدارة. مبروك معرب ليحقق المركز الاول في هذا السباق وأيضا شغموم الاسطبل السماوي المثنى الاسطبل العذاب ثالثا رابعا لصالح الغاير الاسطبل الرويس لينتصر في هذا السباق وأيضا هذه الصدارة القوية بالفعل يكسب ويحقق المركز الأول بالوقت المسجل دقيقة 21 ثانية 36 دقيقة 21:36 في هذا الوقت. نتابع مشاهدينا الكرام في هذا السباق لشوطنا الثالث بسم الله وعلى بركة الله لتنطلق هذه الخيول المشاركة في هذا السباق بمسافة 1800 متر مسافة 9-8 بمشاركة كل من حقيقة بجوادين في هذا الاسطبل اسطبل حويلة اسطبل الفراج واسطبل الشوري في هذا السباق. نعم يشاركان أيضا بجوادين لكن نعم لتقدم في هذا السباق والمشاركة أيضا للجواد مسيطر يحاول وأيضا مشاركة رجم في هذا السباق وكذلك أيضا
للجواد بالفعل، سالم الخير، الاصطاب الحويلة بالخيال سعد العجمي، وهذا الشوط شوط الخيال الكويتيين ايضا يشاركون في هذا السباق وتحتهم هذه الفرصة والبادرة الطيبة ايضا في هذا السباق. وهناك ايضا متابعة الخيال في هذا السباق سعد العجمي على الجواد سالم الخير، وكذلك ايضا عبد الله عامر الفراج على الجواد رجم في هذا السباق، والمتابعة من بقية هذه الخيول ابو حدين يقترب، وكذلك ايضا برزان على المركز الثالث، لكن سالم الخير لا زال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على صدارة هذا السباق. للجواد سالم الخير الاسطبل حويلة بتدريبات المدرب راجح العذاب على صدارة هذا السباق، هناك الجواد ابو حدين، وكذلك ايضا متابعة رجم في هذا السباق، وكذلك ايضا ريماريو بدلان يقترب، ريماريو على المركز الرابع من الخارج مع الجواد ابو حدين، لكن نعم سالم الخير الاسطبل حويلة متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على صدارة هذا السباق باقتراب أيضا ريماريو، وكذلك أيضا باقتراب رجم أيضا في هذا السباق ومشاركة الجواد أبو حدين، لكن نعم سالم الخير الاسطبل حويلة يحقق هذا الانتصار والإنجاز والإبداع والتحدي والمشاركة. ألف مبروك على هذا الفوز وتتويج اسطبل حويلة لحصول أيضا الخيال الكويتيين الخيال سعد بن هكيل العجمي على هذا الفوز والتتويج، والف الف مبروك على هذا الفوز والمشاركة ايضا لشوطنا الثالث في هذه الصدارة القوية، ولمهرجان حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه بنادي فروسية الاحمدي بعد ما انتهينا ايضا من في فروسية الجهراء ودقيقتين 7:35 زمن جاءت ثانية. الشوط الرابع مشاهدينا الكرام الآن في هذه الاستادات النهائية بمسافة 1400 متر مسافة 7-8 جروب 3 لحظات، الجهات تستعد إن شاء الله في هذا السباق بسم الله وعلى بركة الله. مشاهدينا الكرام لتنطلق هذه الخيول المشاركة من خنورة كلك خير، مونس، والمسار مزاحم، ريحان، مغيرة، يسر، وهناك رعاك الله الحميدي، هوى عادل، عين العرب، شاهد عاشق الميدان في هذا السباق، ومشاركة الآن نتابعها بالفعل لإسطبل الحويلة متقدم بكل قوة، مزاحم الآن على هذا الشوط، وهناك أيضا رعاك الله الإسطبل الجلال وكلك خير أيضا على المركز الثاني، وهناك أيضا هوى عادل على المركز الرابع من الخارج، نعم مزاحم متقدم كلك خير رعاك الله، وكذلك ايضا الجواد المسار الاسطبل العذاب يحاول التقدم مع الجواد مزاحم في هذا الشوط وانطلاقة قوية، وكذلك ايضا مشاركة الخيال يوسف محمد على الجواد مزاحم، وايضا منافسة صعبة حقيقة ما بين هذه الخيول المشاركة في هذا السباق والانطلاق، لكن المسار لصطب للعذاب والخيال ساسيليوم يحسم المواجهة في هذا السباق والانطلاق أيضا لهذا الشوط. ألف مبروك لصطب للعذاب قطع المسافة 1:34:49 جزء من الجاء الثانية، مبروك مبروك هذا الفوز. والمركز الثاني مزاحم لصطب الحويلة، المركز الثالث مونس لصطب الرويس، رابعا مغير الاسطبل الفراج، خامسا كلك خير الاسطبل المرحوم خالد داعم المعتيبي، والف مبروك على هذا الفوز والتتويج والصداره القويه
ما بين هذه الخيول المشاركة في هذا السباق والتحدي بالفعل لهذه الخيول بامتلاكها في هذه المشاركة وبالفعل منافسة صعبة في بداية هذا المشوار مع مزاحم المفروض. لحظات مشاهدينا الكرام بدخول هذه المجموعة على كأس حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه الجياد تستعد الآن في هذا السباق وعلى مسافة فرة الميدان من أمام المنصة الرئيسية في هذه الاستادات النهائية ننتظرها ومن هذه المجموعة لجروب 1 الآن شوط قوي ولهذا الشوط الآن كأس حضرة صاحب السمو الكل ينتظر هذه المنافسة بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام لتنطلق هذه الخيول المشاركة في هذا السباق الجواد لعيون هادي بدأ يتقدم الآن لإسطبل حويلة بالخيال سعد هركيل العجمي مع الجواد الآن الجزل لابن عبيد برازيل باس ميكر لصالح الجواد غلا سلمان في هذا السباق لكن لعيون هادي متقدم في وضعه الحقيقي في هذا السباق والمشاركة ولكن نعم الجزل لازال متقدم مع الجواد لعيون هادي وهناك أيضا مشاركة في هذا السباق من بقية هذه الخيول وتحديها من طاروق أيضا على المركز الثالث وكذلك أيضا منصور الخير ليدر على المركز الثالث لكن نعم لعيون هادي بدأ يتقدم الآن بكل قوة بالخيال سعد العجمي نتابع الجزل وطاروق وليدر وهناك أيضا مشاركة للجواد على مهلك لإسطبل الجلال من الخارج يحاول في هذا السباق وهناك حزمي كذلك أيضا متابعته من الخارج أيضا نتابع نعم الجواد لعيون هادي لإسطبل حويلة متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على صدارة هذا السباق والمشاركة أيضا لهذا الشوط الجواد لعيون هادي لازال متقدم ومسيطر تماما بكل قوة على صدارة هذا المشوار المنعطف الأخير واقتراب المواجهة في هذا الشوط الجواد لعيون هادي وهناك أيضا علوان على المركز الثاني لإسطبل الفراج لكن يحاول بكل قوة جاهد لعيون هادي الهروب في هذا السباق علوان يقترب وكذلك أيضا الجواد ليدر وهناك أيضا بقية هذه الخيول مجاوز والمرشح غلا سلمان نتابع الآن لعيون هادي ها هو قادم مع غلا سلمان الشعار الفسوري علوان يكتفي حتى الآن بمجاوز يحاول لكن لعيون هادي لازال متقدم ومسيطر مع غلا سلمان لإسطبل برازي غلا سلمان قادم بكل قوة على هذه الصدارة القوية شوف غلا سلمان لينتصر غلا سلمان ليكسب غلا سلمان البرازي في هذا السباق والمشاركة مبروك على هذا الفوز والتتويج بالفعل ليكسب بجدارة ليخطف كأس الكوس التحفة الأميرية الغالية على الغلوب لنتابع الجواد الآن غلا سلمان
الاسطبل ابناء عبيد البرازي يحقق المركز الاول في هذا السباق والمشاركة لهذا الشوط. بالفعل مبروك وينتصر بجدارة في هذا السباق. بالفعل يحقق هذا الانتصار. مبروك مجاود ثانيا، لعيون هادي ثالثا، رابعا السلم، وخامسا في هذا السباق على مهلك الاسطبل الجلال. مبروك هذا الفوز والتتويج. لحظات مشاهدينا الكرام، نادي فروسية الفروانية في هذا السباق شوطنا الأول. طبعا ظروف، طبعا أحوال جوية سبب أيضا هناك بتغيير حقيقة ما بين هذه الأشواط اللي موجودة معانا اليوم. الشوط الأول حتى الآن موجود معانا. لحظات مشاركة الحشيم لا تجامل توفيق فكاك حميم. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة في هذا السباق. أيضا نتابع الجواد مزراق الآن يتقدم على حسابها في هذا الشوط، والانطلاق أيضا لهذا السباق من قلب الجمل يحاول أيضا على المركز الثاني، وكذلك أيضا لا تجامل على صدارة هذا السباق مع أيضا الجواد فكاك الاسطبل السيحان في هذا السباق. لكن لا تجامل فكاك وايضا لقلب الجمل ومزراق ايضا يحاول الاسطبل الفرماوي على صدارة هذا السباق مع الجواد فكاك والمنعطف الاخير والدخول الخط المستقيم في هذا السباق، والمشاركة ايضا لهذا الشوط الذي يجمعها الان في صلب المنافسة فكاك ومزراق وايضا لا تجامل، وكذلك ايضا متابعة الجواد في هذا السباق. مزراق وحشمة ايضا لاسطبل الاجواد من الخارج، وكذلك ايضا مقباس للدبان يحاول ايضا رابعا في هذا الشوط، لكن فكاك اليوم يكسب وينتصر بجدارة في هذا السباق بالفعل على هذا الشوط والتحدي والمركز الثاني. مزراق وهناك ايضا حشمة وكذلك ايضا لمقباس. دقيقة 15 ثانية، 22 جزء من اجزاء ثانية على هذه الصدارة القوية في هذا السباق، والانطلاقة ايضا لهذا الشوط. الف الف مبروك. دقيقة 15، 22 جزء من اجزاء ثانية في هذه الصدارة القوية. الف الف مبروك على هذا الفوز والتتويج. نتابع مشاهدينا الكرام الآن في هذا السباق، ولحظات إن شاء الله نتابع هذا الشوط والانطلاقة أيضا ما بين هذه الخيول. أيضا الأشم، العنيد، برنسيسة، حربة، أرجوان، مرعب، دسمان، حان الوعد، النايب. بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا الكرام، لتنطلق هذه الخيول المشاركة في هذا السباق. 20 جواد
ينطلقون، لكن انسحاب حومان من هذا الشوط ومتابعة أيضا النايف في هذا السباق، مع أيضا حان الوعد لاسطبل القني في هذا السباق والانطلاق أيضا والصدارة القوية. هولندي يحاول أيضا من الخارج في هذا السباق والنايف وكذلك حان الوعد، وهناك أيضا عز خالد من الداخل في هذا السباق والنايف، وكذلك فوزان لاسطبل الخالدي والعبدي للنايف هو المتقدم، مع أيضا الجواد حان الوعد بالفعل هولندي فوزان، وهناك اقتراب كيف فهد لاسطبل المطرقة، لكن نعم النايف لازال متقدم، وهناك شبيه الريح يحاول مع هولندي وكذلك شنار لاسطبل حمود رابعا. النايف وشبيه الريح قادمون بكل قوة على صدارة هذا السباق والانطلاق بالفعل، هولندي ثالثا شنار رابعا. مبروك النايف لاسطبل الشلاحي على هذا الفوز كلاس فور، مسافة 1200 متر، مسافة 6-8. ألف مبروك بالفعل، دقيقة 15:57 جزء من الجزء الثانية، مبروك اسطبل الشلاحي على هذه الصدارة القوية والانطلاقة أيضا في مثل هذا المشوار، وصلب المنافسة للجواد النايف مع شبيه الريح الفرماوي وهولندي شنار رابعا دقيقة 15:57 وعز خالد خامسا. ألف مبروك. We'll be right back.